اتفاقية حظر السلاح الكيماوي وفق قرار مجلس الأمن 21/18. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسالة قوية بأننا لن نتسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف، وننوي مساءلة نظام الأسد وجعله يتحمل مسؤولية على هذا السلوك الغير مقبول. وزارة الخزانة بالعمل مع وزارة الخارجية وشركائنا الدوليين سوف تستمر في متابعة وإيقاف التمويلات المالية لأي أو المعاملات المالية لأي شخص له علاقة بإنتاج واستخدام السلاح الكيماوي. كما أود أن أقول بأننا مؤخرا فرضنا عقوبات على كوريا الشمالية وعلى إيران، وسوف نستمر في الإبقاء على تلك وأنا الآن الموجودة، وأنا الآن أفتح المجال للأسئلة والأجوبة. هل هذه العقوبات التي نتوقعها، كل العقوبات نتوقعها على سوريا بسبب ضربة الكيماوية، أم هل سيكون هنالك ربما عقوبات أيضا كيماوية أخرى على كوريا على روسيا؟ نحن لا نعلق على أمور أو عقوبات محددة سوف نفرضها في المستقبل، لكن ما أقول لكم بأن برنامج العقوبات على درجة عالية من الأهمية والنجاعة والفعالية، وسوف نستمر باستخدام العقوبات إلى أقصى حد يسمح به القانون. هل هذا سوف يكون؟ لن أعلق مرة أخرى على أمور محددة، ولكن ما أقوله بأنني كنت على في اجتماع مع المسؤولين، والرئيس يعمل بجهد من أجل أن تعمل الحكومة والتصدي لمسائل مختلفة. هل أخبرت لنا ما الذي سوف تحققه هذه العقوبات؟ ما الذي اختلف اليوم عما كان في السابق؟ العقوبات هي على درجة بالغة من الأهمية، بتحديد 271 شخص إضافي تفرض عليهم العقوبات. نعرف أنه سيتم تجميد أموالهم هنا، وطبعا نمنع الشركات الأمريكية والمؤسسات الأمريكية بالعمل مع هؤلاء الأشخاص، كما أن هذه العقوبات سيكون لها آثار كبيرة على أولئك أيضا الذين يعملون مع هؤلاء الأشخاص من جميع أنحاء العالم. قلت بين الإدارة، مجددا أقول بأننا لا نجري نقاشات حول هذه الأسئلة. هل تعرف أي شركة أمريكية لها علاقة بالأشخاص الذين فرجت عليهم العقوبات؟ ما الذي نتوقع؟ دعني أولا أقول بأنني أعمل مع الرئيس منذ العام الماضي، وخطته الاقتصادية تقصد تحقيق نمو اقتصادي. الرئيس عازم على الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام بنسبة 3% أو يزيد، ونحن نعمل على إصلاح ضريبي وعلى إصلاح وخلق فرص العمل، ونحن نجتمع بشكل أسبوعي مع أيضا مجلس الشيوخ والنواب من أجل تصميم المزيد. من دون الدخول بالتفاصيل، هل هنالك تبسيط حول الاقتطاعات؟ لقد كنا واضحين حول ما قاله الرئيس حول الإصلاح الضريبي، إن اقتطاعات الضرائب على متوسطي الدخل وتبسيط الأمور، فيجب على المتوسط الدخل الأمريكي أن يقدم ضرائبه دون صعوبات، وأيضا نود من الضرائب ألا تعيق تقدم المؤسسات التجارية الأمريكية. السؤال الذي لدي وله علاقة بالإعلان يوم الأربعاء، بأن الأمر لا يبدو وأننا سوف نحصل على تفاصيل حول حزمة الإصلاح الضريبي. أنتم بدأتم تحدثون عن الإصلاح الضريبي منذ فترة وليس لدينا أي تفاصيل. إن ما نتحدث عنه مهم، ونحن نحرص تقدما بهذا الصدد. لأولئك الذين
ليسوا ملمين حقيقة بال 271 شخصا الذين فرضت عليهم العقوبات. هل هؤلاء لديهم علاقات أصلا مع شركات أمريكية؟ هل يسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل جمدت أصولهم مجددا؟ لا أستطيع أن أعلق على قضايا محددة في هذه العقوبات بالإضافة لما أعلن عليه، ولكن أؤكد لكم أنه عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات يكون لها آثارها هنا وفي كل العالم، ولم نكن لنقوم بهذا الأمر لو لم نظن بأنه له أثرا ويحقق فعالية. هل تقول بأن تبسيط النظام الضريبي سيكون أول أولوية لهذه الإدارة؟ تحدثت عن جسر الفجوة، لكن ما على الشخصي سيكون هنالك تبسيط للضرائب على العائلات، أما فيما يتعلق بالشق التجاري ستكون تنافسية. آخر سؤال الآن. ما قلته سابقا بأن النظام الضريبي سوف يدفع لنفسه مع الإصلاح الاقتصادي أو الاقتصادي. شكرا جزيلا لك سيدي وزير الخزانة سيد هيلي. إذن الآن أود أن أقول لكم مجريات ما حدث اليوم. كما تعرفون في هذا الصباح تحدث الرئيس مع المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، والتي قدمت له دعوة ل and assistant to the president Ivanka Trump to attend هو وإيفانكا ترامب لحضور قمة العشرين. وطبعا غدا أيضا الرئيس يشارك في جلسة هو وفيرونيكا لها علاقة بريادة أو الالتقاء بالمرأة وتمكين المرأة، وأيضا هنالك تركيز على قضايا لها علاقة بجدول أعمال إيفانكا. وأيضا أثناء زيارة إيفانكا لألمانيا سوف تأخذ زيارة في المدارس وتناقش الطلاب الذين يشاركون في برنامج تبادل الطلاب، وأيضا سوف تقوم بزيارة ضحايا الهولوكوست في برلين، وأيضا سيكون هنالك نشر لجدول الأعمال. طبعا الرئيس التقى مع رواد الفضاء وعبر مؤتمر فيديو، وأطرى على رواد الفضاء ودكتور واتسون التي هي في ثالث سفرة مطولة لها في محطة الفضاء الأمريكية، تحطم الرقم القياسي لأكبر وقت قضاه رائد فضاء أمريكي. والرئيس احتفل مع هذا الإنجاز مع الدكتور واتسون في برنامج الفضاء الأمريكي، وناقش الطموحات المستقبلية لاستكشاف الفضاء والعلوم الفضاء، بما في ذلك أيضا توقيع قانون المرأة، وأيضا أن يضمن بأن تعين ناسا المرأة في وظائف مهمة. وأيضا الرئيس عقد غداء عمل مع سفراء الدول في مجلس الأمن، وأيضا تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتصدى المشهد العالمي، نحن وشركائنا العالميين. وطبعا هذا جزء من الدبلوماسية الأمريكية. وفي وقت لاحق من بعد الظهر سوف يوقع الرئيس بيانا حول ذكرى الهولوكوست، والذي وقعه أيضا الكونغرس بمناسبة ذكرى الاحتفاء بذكرى الهولوكوست. وغدا سيتم افتتاح متحف نصب الهولوكوست. وقال الرئيس في هذه المناسبة برسالة إلى مجلس الكونغرس اليهودي بأننا ملتزمين بالتصدي لمعاداة السامية في أي مكان في العالم. وبعض هذا البيان الرئيس سوف يقوم بعقد احتفالية للسفراء الجدد، وسوف يتغدى أو يجلس في الغداء مع السيناتور ماكين وزوجته، وبعد هذا سوف يعود الرئيس إلى واشنطن حيث يختتم به وقته. وفي هاواي فيما تبقى في زيارته سوف يلتقي الرئيس مع القوات الأمريكية قبل أن يركب الطائرة الرئاسية ويعود إلى واشنطن. ومع اقترابنا من 100 يوم على استلام منصب الرئاسة سيكون هنالك إيجاز الرئيس يقدم فيه فرصة العديد من الصحفيين للسماع من الإدارة مباشرة ومن المسؤولين ما تم إنجازه خلال 100 عام وما نعد بالقيام به خلال الفترة ما بعد 100 يوم. وأيضا الرئيس وغيره من المسؤولين سوف يتحدثون مع وسائل الإعلام. وأخيرا أود أن أقر
وأن أتحدث عن التقارير حول المواطنين الأمريكيين الذين يأتون من أوكرانيا وكوريا. وطبعا نحن نشعر بالأسى على الأمريكي الذي قتل وفي الحادثة، ونقدم تعازينا لعائلته ونتمنى الشفاء العاجل لكل الضحايا، ونطق عن كل أطراف في لجنة المراقبة في أوكرانيا من أن يتم التحقيق بهذا الحادث المأساوي. يدفعنا وكل الأطراف إلى الوفاء بالتزامات، وخاصة الانفصاليين الموالين إلى روسيا. وطبعا نحن أيضا ندعو إلى حماية المواطن الأمريكي الذي احتجز في كوريا الشمالية، وهو على رأس أولويات الإدارة الأمريكية. وطبعا طلبنا وزارة الخارجية التحقيق في الأمر، وطبعا سوف يكون هناك جلسة في البيت الأبيض لكل السناتورات الأمريكيين، يقدمه ماتياس ودنفورد ومن قبل القادة الأغلبية. من أجل المزيد من الأسئلة أدفعكم إلى قائد أو رئيس مكتب الأغلبية. وبهذه الملاحظة أفتح المجال للأسئلة والأجوبة. الحديث عن الميزانية والموازنة، ما مدى التزام الرئيس؟ أولا، هل تحدثنا عن مدى التزام الرئيس بشأن تمويل الجدار الفاصل على الحدود المكسيكية؟ وهل سيوقع على هناك المفاوضات مستمرة مع زعيمي الأغلبية في الكونغرس؟ money for our military and our border الأموال الخاصة بحماية الحدود والقوات المسلحة، هذه طلبها الرئيس، وهي من أولى أولوياته في الوقت الحالي. ونعتقد أننا واثقون بمسيرنا، ولا أريد أن أستبق المفاوضات. والمدير موهيني انخرط في مناقشات عميقة، وأعتقد أنه سيكون هناك إعلان قريب بشأن هذه الأمور، ولكن لا أسدتني شيئا بشأن ما يمكن أن يقوم به الرئيس حيال هذا الأمر. متابعة لهذا السؤال وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل، هل يتوقع أن يتم توفير التمويل الخاص بالجدار الحدودي، أو وما الذي سيتم تمويله في هذه الموازنة؟ وماذا كانت هناك مخصصات محددة؟ هناك عدد من الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. نتحدث عن السياج والطائرات المسيرة التي تراقب الحدود، لكن الرئيس كان واضح بشأن هذا الموضوع منذ البداية. أقول أن الرئيس أوضح بشكل جلي بأن لديه أولويتان، أولهما زيادة التمويل الخاص بالقوات المسلحة، وكذلك حماية الأمن الوطني وحماية الحدود. كما أقول أن هناك مفاوضات مع زعيمي مجلس الشيوخ والنواب، ولا أعتقد أنه من الحكمة الآن الحديث بمزيد من التفاصيل عن هذه الأمور. فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على الشخصيات السورية، كيف ستتحقق؟ هذا من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لضمان أنهم يفهمون أننا نتعامل مع ما يقومون به على محمل الجد، وأننا سنقوم بما هو لازم لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكما أوضح الرئيس وكذلك نائب الرئيس، أن لدينا أدوات كثيرة في حوزتنا لتحقيق الوصول إلى الاستقرار في المنطقة. بشأن كوريا الشمالية، والآن ومع اعتقال مواطن أمريكي ثالث من قبل نظام بيونغ بيونغ، هل سيقوم الرئيس بالتفاوض مع الصين لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية؟ الصين كانت مساعدة جدا في هذه العملية، وما زالت مستمرة في على هذا الصعيد. كما ذكرت، مستوى مشاركة الصين يبعث على التفاؤل. هنالك أحد كبار المسؤولين في الإدارة دعا إلى إطلاق سراح المواطن الأمريكي. نعم، نريد أن نضمن سلامة وحماية كافة مواطنينا وعودتهم بسلام إلى الديار. هناك قلق بين الجمهوريين بشأن العجز في الموازنة، وهل سيكون هناك في الإعلان يوم الأربعاء
الحديث عن اقتطاعات ضريبية وزيادة الدخل. سيكون هناك مزيد من التفاصيل حينئذ, ولن ومستوى التفاصيل المحددة هذا سنسمعه من الرئيس. هل الرئيس الأمريكي مطلع بشأن القس الأمريكي في تركيا, وهل ناقش ذلك مع الرئيس أردوغان؟ لا أدري كثيرا عن تفاصيل هذه المكالمة, لكن كما ذكرت نحن طلبنا من وزارة الخارجية تولي هذا الأمر. هل تفسر وتشرح لماذا لم يستخدم الرئيس كلمة الإبادة الجماعية في عند الحديث عن موت مليون ونصف مواطن أرميني؟ اللغة التي استخدمها الرئيس أوباما والرئيس بوش قبله تتسق مع المصطلحات واللغة التي استخدمها الرئيس ترامب. هناك الكثير في ولاية أريزونا يرحبون بإنشاء وبناء هذا الجدار, لكنهم متشككون بمدى جدوته. هل هناك ضمان؟ أعتقد أننا سنقوم بهذا العمل وفقا للقانون, وهذا موضوع نقش كثيرا وتم إثارة هذا الموضوع على مدى السنوات الماضية, ولذلك سننفذ كل شيء وفقا للقانون بشأن الأراضي والاستحواذ على الأراضي. نحن سنقوم بالخطط اللازمة والتي من شأنها الحد من الأضرار التي يمكن أن تقع على المواطنين. وزارة العدل والإف بي آي اعتقل طبيبين في ولاية ميتشيغان بشأن نعم نحن تحدثنا سابقا بأننا لا نعلق على أي تحقيقات قائمة تجريها وزارة العدل. الرئيس سابقا قال أن موضوع المائة يوم الأولى هي موضوع سخيف ولا يجب أن يلا الاهتمام الكافي. هناك الكثير من الأمور التي نفخر بإنجازها وتحقيقها خلال الأيام الأولى فيما يتعلق بموضوع الهجرة كذلك, و التسلل عبر الحدود انخفض إلى حد كبير, ونحن فخورون بما تمكنا من إنجازه وتحقيقه والإيفاء بالعهود التي وعد بها الرئيس الشعب الأمريكي. لذلك نحن نتعامل مع الأمور ضمن سياقها الطبيعي. نعم هذه 100 يوم من 4 سنوات في الفترة الرئاسية الأولى وثماني سنوات لفترتين رئاسيتين. I understand right. And so again, I think when you look at the number of pieces of legislation, عندما نتأمل في عدد التشريعات والمراسيم الرئاسية, هذا يجعلنا نفخر بما تحقق وما أنجز خلال الأيام الأولى المئة الأولى, ولكن ستواصلون رؤية كثير من الإنجازات خلال الأيام المئة الثانية والمئة الثالثة وهكذا دواليك. إلى الآن لا يوجد نظام رعاية صحية ولم يتم إلغاء نظام أوباما كير, وهذا قد يقود البعض لأن يقول أن هذا فشل ذريع. لو تأملنا فيما تراكم من إنجازات في مجال خلق فرص عمل, والرئيس أنجز أمور مذهلة. لا نريد أن نختار هنا من مثالبة, ولكن إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة فيما يتعلق بثقة المستهلكين علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم, وكذلك ما يقوم به الرئيس من حماية للبلد إعادة الشركات, لذلك لا نريد أن نختزل الأمر على عدد من السلبيات. نعم ما زلنا ندعو من أجل تغيير نظام الرعاية الصحية, والأمور تبعث على التفاؤل,
لكن مرة أخرى هذه الأمور كلها تحققت وفقا لطلب الرئيس ووفقا لتوجيهاتي، بعضها كان أبطأ من أشياء أخرى. لكن كما ذكرت هناك تقدم على صعيد الإصلاح الضريبي والتجارة والهجرة وغيرها، وهذه نجاحات كثيرة جدا خلال الأيام المائة الأولى. قلت أن الرئيس تعلم الكثير عن هذه العملية وتغيرت نظرته عما كان عليه الوضع بين الحملة الانتخابية. ولو استعرضنا قائمة الإنجازات وما تحقق، أعتقد أن الرئيس راض جدا. طبعا الرئيس خلال حملاته الانتخابية كان يقطع عهودا هنا وهناك على نفسه. نعم هنالك أمور يتعلمها المرء خلال العمل، ولكن الرئيس يفخر بما وعد بتحقيقه والإنجازات التي حققناها. نعم نريد لنظام الرعاية الصحية أن يمضي على نحوه الصحيح، وهذا أمر نحن ما زلنا عاكفين عليه. نعم حققنا تقدما كبيرا لتحسين التشريع المرتبط بهذا الموضوع، ونعتقد أننا سنرى تقدما يحرز على هذا الصعيد. هل سيقوم الرئيس بالتوقيع على قرار يزيد العجز في الموازنة؟ لم أطلع على أي شيء من هذا القبيل، وعلينا أن ننتظر إلى أن نرى. لا لم أطلع على شيء. الرئيس تحدث كثيرا وانتقد سابقيه بشأن بعض الخطوات التي اتخذوها فيما يتعلق بالميزانية، وكذلك موقفه من الإبادة الأرمينية. كما ذكرت ما قاله الرئيس ويتسق مع توصيف رؤساء سابقين للأمر، وكما ذكرت لم يغير في توصيفه للوضع عن سابقه. هل تتفق مع التصويت على نظام الرعاية الصحية سيجدول عندما يشعر زعيم الأغلبية رايان والآخرين بأنهم حصلوا على أصوات كافية؟ إذا ما حدثت عملية التصويت هذا الأسبوع فرائع، وإذا أجلت وقت سابق فلا ضير في ذلك. لا نريد أن نضع أسقف زمنية. متى ما ارتأى رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أن الوقت موات لإجراء عملية التصويت فسنقوم بذلك. كما ذكرت الأمر منوط بهما إذا ما شعر بأن هنالك أصوات كافية. يبدو أن الرئيس حريص على أن يحقق نصرا تشريعيا خلال الأيام المئة الأولى. لا نحن كنا واضحين منذ البداية، والرئيس كان واضحا في تصريحاته بأن هدفنا تحقيق الأمر على نحو صحيح وأن يحصل على العدد الكافي من الأصوات. الأمر لا يتعلق بالوقت. الرئيس كان واضحا عندما كان يقول أن تعيين القاضي غورسيتش كعضو في المحكمة العليا كان من أبرز إنجازاته خلال المئة يوم الأولى. الآن وبعد أن انتهى من ذلك لم يعد يتحدث عن ذلك كثيرا. لا أعتقد أن اللقاء مع أعضاء المحكمة العليا سيكون أمرا جيدا في المستقبل، وسنحدد موعدا لذلك. الرئيس كان موقفه ثابتا بشأن أمرين. أولا أنه يريد أن يقوم بما فيه مصلحة الأطفال، ولكن أولوية الرئيس ومنذ توليه السلطة بأنه سيركز على من يهددون السلامة العامة، ولذلك هو يفهم ويتفهم طبيعة هذه القضايا والأولويات التي يجب أن تضعها البلاد، وكل ما قام به الرئيس يتسق ويتفق مع ما حدده منذ البداية.
في شهر أغسطس الماضي قال أن مؤسس أن نعم تصريحات الرئيس الأسبوع الماضي تبين أنه يتفهم أنه في كثير من الحالات الأمر يتعلق بعائلات وأطفال مكثوا في البلاد لفترة طويلة، لذلك هو يتعاطف مع الوضع، والرئيس يريد أن يضمن بأنه يتصدى لهذا الموضوع، موضوع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية بكافة مقوماتها ومكوناتها، موضوع التأشيرات وغيرها وفقا لأولويات محددة، والأولوية الأولى تتعلق بالمجرمين الذين يمثلون تهديدا للأمن والسلم القوميين، وهذا حد كبير يتسق مع رؤية الرئيس يريد، وهذا ما تحقق مع انخفاض كبير في عدد المتسللين عبر الحدود الجنوبية، وهذا من أحد الأمور التي تبعث على الفخر. جوناثان تفضل. ما مدى ثقتكم بأنه لن يكون هنالك إغلاق للحكومة؟ هل هنالك أي ضمانات؟ لا يمكن أن أضمن شيئا، لكنني أقول أن العمل الذي قام به المدير موهيني وخلال المفاوضات كان لها أثر إيجابي، ونحن واثقون بأنه لن يكون هنالك إغلاق لعمل الحكومة. ما قلته بشأن الحدود، أنت قلت أنه لن يكون هناك إغلاق لعمل الحكومة. نعم، هناك مفاوضات قائمة وجارية الآن، ونحن على ثقة كبيرة بأن الجهات المعنية تفهم أولويات الأمور وستتوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. العقد الذي وقعه الرئيس مع الناخبين الأمريكيين انطوى على 10 تشريعات، كما ذكرت الرئيس قال أنه سيعمل مع الكونغرس لتحقيق هذه الأهداف. عندما ننظر فيما تحقق من خلال بشأن تعيين قاض في المحكمة العليا وغيرها من الأوامر الرئاسية، أعتقد أن هناك الكثير مما تحقق وأنجز خلال هذه الفترة، وقبل أسابيع كان هناك الكثير من المتشككين، وكان هناك تعليقات على مدى بطء الأمور، وأنا أقول أن الرئيس كان منشغل جدا بشأن عديد القضايا، لذلك أقول أن ما تحقق هو مهم جدا ومؤثر جدا، وسنواصل الحديث عن هذه الإنجازات خلال الأيام والأسابيع القادمة. لا نريد أن نختزل ما قام به الرئيس بفشل هنا وهناك، كما ذكر هو قام بالتوقيع على عديد المراسيم الرئاسية والأوامر الرئاسية، لكن ما من شك بأن الرئيس حقق الكثير للشعب الأمريكي فيما يتعلق بالقضايا التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية. هذه الأمور ليست صغيرة، لكن مقارنة بما تحقق، عندما نتحدث عن الجهود التي قام بها بشأن الهجرة والتجارة، كل هذه القضايا، إذن ما أحاول أن أوصله هنا أنه إذا ما تأملنا في كل ما تحقق وأنجز خلال الأيام 100 الأولى، لا نريد أن نركز فقط على مثالب وسلبيات، هنا ننظر إلى الأمور برمتها وبمجملها، ولا نقتصر على إخفاقات هنا وهناك. الرئيس أوضح تماما بأنه في البداية سنوفر التمويل لبناء الجدار، وسيكون هناك عدد من الآليات، لكن في نهاية المطاف المكسيك هي التي ستدفع. نعم، هو وعد بذلك. الآن ومع شبح إغلاق الحكومة، عمل الحكومة، كما ذكرت نحن واثقون جدا بأن الحكومة لن تقلق أعمالها، والرئيس أوضح في الماضي بشأن حقيقة، وهذا أمر ليس بالجديد، وتحدث عن ذلك أكثر من مرة، ومن أجل البدء ببناء الحدود، بناء الجدار عفوا وتأمين الحدود، فإنه سيستخدم الأموال المتوفرة حاليا، لكنه سيحقق ما وعد به بأن كلفة الجدار ستدفعها المكسيك. هل تعتقدون بأن بناء الجدار ضروري؟ نعم، بالتأكيد. الآن تقولون أن معدلات التسلل انخفضت لحد كبير.
طبعا نريد أن نتخذ خطوات حكيمة طويلة المدى، وبالتالي كما ذكرت هذا الوعد قطعه الرئيس على نفسه أمام الشعب الأمريكي، وتم اتخاذ عديد الخطوات تتعلق بالحدود الجنوبية، لكن كما ذكرت هذه خطوة دائمة ستتجاوز فترة رئاسة الرئيس. سيبقى هذا الجدار قائما بعد 8 سنوات وما أكثر وأكثر من ذلك. هذا مرتبط بسؤالي جيم، لكن يوم الأربعاء أنا لا أقصد تفادي الإجابة عن هذا السؤال، لكن كما ذكرت لننتظر إلى يوم الأربعاء لنطلع على ما سيتم الإعلان عنه، ولذلك أنا أطلب منكم الصبر والانتظار 48 ساعة. أليس لديك فكرة عامة؟ أعتقد أنه سيكون لديكم فكرة عامة بشأن الإصلاحات الضريبية وما الذي يسعى الرئيس إلى إنجازه. الآن عندما تحققون النمو المنشود في الاقتصاد وبما يصل إلى نسبة 3%، أنا أحاول أن أفهم الموعد الزمني لتحقيق هذه النسبة، خلال فترته الرئاسية الأولى أم ستتجاوز ذلك؟ لأن هذه رؤية طموحة جدا، أو أعتقد أنه اتخذ خطوات كثيرة على الصعيد التشريعي والتنظيمي وحتى الضريبي، وهذه آتت ثمارها وتحدثنا عن ذلك سابقا. الشركات تعود إلى البلاد وهنالك التزام جديد من كثير من الشركات والمصانع لأن تعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة وأن توسع أعمالها هنا على التراب الأمريكي، لذلك أعتقد أن هذا النمو سيتحقق على الصعيد التشريعي والتنظيمي وكذلك على الصعيد الضريبي. هل أنتم قريبون من حشد 218 صوتا لضمان نجاح نظام الرعاية الصحية الجديد؟ نعم. ألن تفصل أكثر من ذلك؟ نحن بحاجة إلى 216 صوتا، لكن أعتقد أن هنالك تحقق تقدم أحرز بين النواب، وهناك بعض خصوصا فيما يتعلق بتعزيز هذا القانون من خلال إجراء بعض التعديلات والتغييرات عليه. وكما ذكرت في البداية، عندما يعتقد الرئيس بأنه يمتلك ثقة كافية أو أن زعامة أو قيادة مجلس النواب واثقون من حصولهم على العدد الكافي من الأصوات، فإنهم سيدعون إلى التصويت عليه. هل هناك أي تعليق بشأن الانتخابات التي جرت خلال عطلتين الأسبوع في فرنسا؟ وهل الرئيس راض عن أي خيار أو مرشح من المرشحين الذين انتقل إلى المرحلة الثانية؟ طبعا الأمر مرتبط أو القرار للفرنسيين، هم من يحددون الأفضل والأمثل، ولكن نحن سنعمل مع أي خيار أو أي مرشح يختاره الفرنسيون كرئيس للبلاد. هل الرئيس يتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ؟ طبعا سيشرك الفريق التشريعي، يطلع الرئيس وبشكل متواصل. نعم نعم نعم، كما ذكرت هو سيلتقي بي على طاولة العشاء مع السناتور ماكين والسناتور غراهام، لكن إلى الآن الرئيس ليس منخرط بشكل كاف أو كامل كما كان الوضع عليه في موضوع قانون الرعاية الصحية.
لكن الفريق المعني يطلع الرئيس وبشكل منتظم. أولويات الرئيس واضحة، ومنذ بداية منذ الأسبوع الأول من شهر مارس المدير الخزانة موهيني بدأ النقاش، وهذا مستمر لأكثر من 8 أسابيع مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض. الموضوع الثاني، ذكر البعض بأن الرئيس أرسل تقرير ذات يوم بأن موضوع 100 يوم الأولى من الرئاسة هو أمر سخيف ولا وغير مهم. الآن لماذا بات الأمر مهم بالنسبة إليكم؟ طبعا ذلك سبب ذلك كثرة الأسئلة التي طرحتيها أنت وزملائك بشأن هذا الموضوع. نحن ولا أعتقد أن هنالك من طلب معلومات بشأن 100 يوم الأولى، لذلك نحن نجيب عن أسئلتكم بصدق وأمانة، لذلك نحن كما ذكرت نرد على الطلبات التي قدمتموها أنتم. لكن الرئيس كان واضحا بشأن ما يسعى إلى تحقيقه وإنجازه خلال الأيام 100 الأولى، ومع اقترابنا من هذا الموعد نريد أن نضمن بأن الشعب يفهم ما تحقق وما أنجز على صعود عدة، ثم نبدأ العمل والتركيز على 100 يوم الثانية ومواصلة العمل لتحقيق ما نصب إليه. مرة أخرى، نعم، من المناسب أن نعلق ونعرض على الشعب الأمريكي ما قام بها الرئيس إفاء بالوعود التي قطعها على نفسه. هل سنسمع من الرئيس؟ هناك حديث عن مؤتمر صحفي. نعم، سأطلعكم على مستجدات المرتبطة بهذا الموضوع. إذن سأطلعكم على آخر المستجدات حول هذا الأمر. الرئيس قال أن من أبرز أولوياته خلال 100 يوم الأولى من رئاسته هي إلغاء قانون أوباما كير واستبداله بآخر. نعم، إذا شعر زعيم الأغلبية في مجلسي الشيوخ وزعيم الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب إذا ما شعر بأنهما يمتلكان ثقة كافية بأنهما قاما بحشد العدد الكافي من الأصوات، فإنه سيتم جدولة موعد أو تحديد موعد للتصويت. إذن الرئيس قلق بشأن عدم قدرته على تحقيق ذلك. فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، وأعرف أنك لا تريد أن تتعلق قبل الإعلان يوم الأربعاء، لكن هل هنالك سعي لتحقيق اقتطاعات ضريبية؟ هل نتوقع أن يكون هنالك تصريح أو إعلان عن كما ذكر؟ سأترك الأمر للرئيس وفريقه بشأن ما يتحدثون عنه بشأن الإصلاحات الضريبية. نعم، هناك الكثير من الأمور المحتملة، لكن كما ذكرت لنترك الأمر للرئيس لأن يفصح عن ذلك يوم الأربعاء. عليكم أن تتحلوا بالصبر وتنتظروا إلى يوم الأربعاء. سؤال آخر، هل هنالك أي نية لإصلاحات في مجال البنية التحتية والبنى التحتية؟ هذا على الجدول، لكن نريد أن ننتهي من نظام الرعاية الصحية ونظام الإصلاحات الضريبية، ثم نبدأ بالحديث عن موضوع البنى التحتية، وهذا أمر حظي باهتمام الرئيس فيما يتعلق بإصلاح الأوضاع على صعيد الطرق السريعة والجسور وغيرها، لكن التزام الرئيس متواصل وثابت. So either we're doing too much or we're not doing enough. But I think, look, he has made it very clear that كما ذكر الرئيس أوضح بأن هذا أمر من ضمن أولوياته. Both sides of the aisle, وأعتقد أن كلا الحزبين وكلا المجلسين يتفقان على مدى أهمية هذا الموضوع والفوائد التي نحصل عليها من خلال إصلاح المجال البنى التحتية. شكرا لكم، نلتقي بكم لاحقا. شكرا.